احنا في حاجه للاستاذ باش يكون في المستوى. هكا يقول لك الله يرحم اللي علمنا. احنا كنبغيو الاستاذ، احنا كنبغيو الاستاذ يرجع يشتغل في القسم ديالو في المدرسه قبل منا. احنا حكومه، التلميذ والاباء ديال التلاميذ محتاجينو باش يرجع للمدرسه وباش يقوي. بعدا باش ما ننساش هاد الستاتيو كل واش اللي جابوا هذاك الشيء، البقايا ديال المتعاقدين. يعني هذا هو المبدا كاع باش مشينا باش نحيدوا الاشكاليه. وفعلا الستاتيو الى تعقلوا على المظاهرات يعني والمشاكل اللي كانت مترتبه على المتعاقدين تفكات بالنسبه لهذا سميتو. ومنه انطلقنا باش نحسنوا الوضعيه. ماتنو دابا خصنا نكونوا متفقين للمستقبل. حنا اولا الحوار دائما مفتوح، وقلتها يومين من بعد ما النقابات قالوا بانهم ما كانوش راضيين، وجلسنا مع السي شاكيب بن موسى، مع السي سكوري، ودنا مع اجتماع مع يعني مع النقابات، وقلنا بانه احنا مستعدين ان نجلسوا ونشوفوا. لانه كلهم ماشي كيقول لك هذا ما مزيانش كله، ولكن كيقول لك اودي يعني خصو تحسينات وخصو تجويد، وحنا مستعدين للتجويد. ولكن التجويد لابد نفهموا شي حاجه، انه الراس ديال هذاك الشيء كله اللي غادي يكون خصنا الجوده ديال التعليم.